لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا واجتهادا، فقد جاهد صلى الله عليه وسلم في الله حق جهاده حتى أقام الله عز وجل به الملة العوجاء، وفتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا، فعلى مدار 23 سنة كان يجاهد ليعبد الله وحده لا شريك له. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في عبادة ربه سبحانه وتعالى، وقد أعلمه الله عز وجل بدنو أجله. فهذه السورة الكريمة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذه السورة الكريمة هي العلامة، أعلمه الله عز وجل فيه أنه إذا رأى علامة في أمته فإنه يسبح ربه ويستغفره. هذه العلامة فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي رأيت الناس يأتونك يدخلون في الإسلام، وكان هذا عام 9، عام الوفود، فجاءت وفود العرب وفدا بعد وفد يدخلون في الإسلام. فهذه العلامة علامة على دنو أجله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فسر عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما هذه السورة بأنها أجل النبي صلى الله عليه وسلم، نعيت إليه نفسه. فماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد اجتهادا قط منذ أنزلت عليه هذه السورة، كثر وعظم اجتهاده لأنه أعلم صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، فاجتهد اجتهادا عظيما في التقرب من الله سبحانه وتعالى، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان. فتقول عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل بالقرآن في رمضان 2 مرات، فقال لفاطمة رضي الله عنها: وما أظن ذلك إلا اقتراب أجله صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد في التقرب من الله سبحانه وتعالى والتعبد له سبحانه وتعالى. وفي 10 الأواخر كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وجدا واجتهادا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالكم عباد الله بنا؟ فنحن في حاجة إلى رحمة الله وفي حاجة إلى المغفرة وأن يتوب الله عز وجل علينا وأن يتفضل علينا بالرحمة والمغفرة،
فإذا كان هذا شأننا فينبغي أن يكون أيضا لنا اجتهاد فيما تبقى من أيام وليال مباركة من أيام شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا من عباد الذين غفر لهم وعتقت رقابهم من النار. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.